السلام عليكم متابعي القناة الزراعة خطوة خطوة. موضوع حلقة اليوم اخترنا العديد، سوف نتحدث عن طريقة زراعة كورتيت أو ما يعرف بالكوسة أو القرع الأخضر. كما ترون هذه هي كورتيت، هذا الشكل. سوف نزرع طرق وقاية عن العديد من الأمور التي سوف نتحدث عن هذا النوع من القرع أو من كورتيت أو الكوسة أو ما يعرف بالكوسة. كما ترون هذه كورتيت تكون على هذا الشكل، وهذه هي نوع الزراعة التي أقوم أو نوع الكورتيت التي أزرعه. أنا أزرعه كل سنة على هذا الشكل، تكون الحبوب على هذا الشكل، وتمنوا حوالي $25 أو بالعملة المغربية حوالي 250 درهم للعلبة. وسوف نتحدث عن وقت زراعة، وهو غالبا أفضل وقت وأحسن وقت، وهو شهر 10 و9 و11 و12، فهي لا تتحمل البرودة ولا تتحمل الحرارة كثيرا، وهي ذو مردودية وذو فعالية من حيث الإنتاج، فهو مشروع ناجح جدا جدا، أنصح به. زراعته لا يتطلب كثير، يمكن لأي شخص قيام به سواء في المنزل سواء في المزرعة، يمكنك زراعتها. كما ترون عند الشكل نقوم بزراعتها في التربة، نضع حبة أو حبتين في مكان واحد، من الأفضل حبتين واحدة أو بذرة واحدة في مكان واحد كما ترون، فيتعرف بسرعة في النمو، وتكون كمية الإنتاج وكمية كبيرة من حيث الجني، تكون كمية كبيرة وفرة، وكل أسبوع يتم جني أو حصاد الكورتيت أو الكوسة بهذا الشكل. أنا أقوم بزراعة مساحة كبيرة كل سنة بطريقة ناجحة 100% بهذا الشكل. من بعد أقوم بزراعتها في التربة، بعد أسبوع أو 10 أيام تكون قد أخرجت لنا نبتة أو شتلة كورتيت، بعد 10 أيام فقط، فهي تعرف سرعة في النمو. نقوم باستعمال السقي من حيث نستعمل كوشاكوت أو ما يعرف بالتنقيط هذا الشكل، ونستعمل قطع بلاستيكي لكي أعجب النبات الأعشاب الضارة هذا الشكل. وما زال إن شاء الله غادي نقوم بوضع حلقات عن طرق التغذية والوقاية من الأمراض إلى آخره. فقط أعطيتكم نظرة شاملة عن موضوع كيفية زراعة كورتيت. أي سؤال خليه لي في كومنتير غادي نجاوبكم عليه، وبالتوفيق إن شاء الله.